السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم استكمالا لدروس مادة الفيزياء لطلاب الصف العاشر. طبعا طلابنا الأعزاء، سوف نتعرف في هذه الحصة على ضغط السائل. تعرفنا في الحصة الماضية على مفهوم الضغط بشكل عام، وقلنا أن الضغط هو عبارة عن مقدار القوة المؤثرة عمودياً على وحدة المساحة. بمعنى، على فرض لو أن لدي قوة تؤثر عمودياً على مساحة معينة، فبالتالي سوف تتعرض هذه المساحة إلى مقدار معين من الضغط، إلى مقدار معين من الضغط. وطالما نتكلم على أن الضغط عبارة عن القوة المؤثرة عمودياً على وحدة المساحة، فما المقصود بضغط السائل؟ طبعا طلابنا الأعزاء، ضغط السائل هو عبارة عن وزن عمود السائل الواقع عموديا على وحدة المساحة. وطالما أتكلم عن وزن عمود السائل، هنا أتكلم عن قوة، لأن الوزن عبارة عن أحد أنواع القوى. وبالتالي أستطيع القول أن المقصود بضغط السائل، وأنها ما المقصود بضغط السائل، أستطيع القول عبارة عن مقدار وزن، عبارة عن مقدار وزن عمود السائل، وزن عمود السائل الواقع عموديا على وحدة المساحة. من هذا التعريف ضغط السائل، أستطيع استنتاج قانون خاص بالضغط، قانون خاص بضغط السائل. على فرض طلابنا الأعزاء، لدي كأس معين أو حوض معين به سائل، حوض معين به سائل، وليكن عندي حوض وهذا الحوض به سائل ممتلئ بالسائل. هنا على فرض أخذنا عمود من السائل يبتدئ من سطح الوعاء إلى نهاية أو قاعية الإناء هذا أو الوعاء. طبعا ارتفاع عمود السائل هنا وليكن مقداره لام، والمساحة اللي أخذناها لعمود السائل ولتكن ألف. من هنا، من تعريف مفهوم الضغط، قلنا أن الضغط ض تساوي قاف على ألف. من مفهوم الضغط، قلنا الضغط بيساوي القوة على المساحة. هنا من خلال تعريف ضغط السائل، قلنا عبارة عن مقدار وزن عمود السائل. يعني أنا بستطيع أن أبدل بدل القاف أحط واو، لأن الواو وزن والوزن عبارة عن قوة. إذن قاف هنا، قاف تساوي واو، لي وزن عمود السائل. والمتعارف عليه طلابنا الأعزاء أن الوزن يساوي حاصل ضرب الكتلة في تصارع الجاذبية الأرضية. وهنا أتكلم عن كتلة عمود السائل، لأننا هنا بتكلم عن وزن عمود السائل. وبالتالي تصبح قيمة واو تساوي كاف ضرب جيم. إذن قاف القوة تساوي كاف ضرب جيم. أستطيع التعويض عن مقدار قيمة كاف من خلال قانون الكثافة الذي تعرفتم عليه سابقا. قلنا يا شباب، قانون الكثافة، الكثافة تساوي الكتلة على الحجم، ومنها ثا تساوي كاف على ها. لو ضربنا ضرب تبادلي تصبح قيمة كاف
ضرب كاف تساوي ها ضرب ثاء، الحجم ضرب الكثافة. بعوض عن قيمة كاف في قانون القوة، ومنها تصبح قيمة قاف تساوي ح ضرب ث ضرب ج، ح ضرب ث ضرب ج. الآن طلابنا الأعزاء، أصبح ح عندي قاف تساوي حجم عمود السائل ضرب كثافة السائل ضرب ج. أيضا عندي العمود السائل عبارة عن شكل اسطواني، وخدتم طلابنا الأعزاء في الرياضيات أن حجم الشكل الاسطواني يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. هنا فرضنا مساحة القاعدة ألف والارتفاع لام، وبالتالي أستطيع التعويض عن قيمة الحجم، حجم عمود السائل عبارة عن ألف مساحة القاعدة في مقدار الارتفاع، ومنها تصبح قاف تساوي ألف ضرب لام ضرب ثاء ضرب جيم. هذه سميها معادلة رقم واحد، وأنا عندي معادلة رقم اثنين. بتعويض اثنين في واحد بشيل القاف وبعوض عن قيمة ألف ضرب لام ضرب ثاء ضرب جيم في معادلة رقم واحد، وبالتالي تصبح تصبح ب تساوي ألف ضرب لام ضرب ثاء ضرب ج على ألف، ومنها طبعا ألف مع ألف بتم اختصارها، وبالتالي تصبح مقدار قيمة الضغط ب تساوي لام ضرب ثاء ضرب جيم. وهذا هو قانون ضغط السائل، وهذا هو قانون ضغط السائل، أي أن مقدار ضغط السائل يساوي مقدار عمق السائل أو ارتفاعه في كثافة السائل ضرب جيم. جيم هي تسارع الجاذبية الأرضية، وبالتالي أستطيع القول أن ضاد تمثل ضغط السائل، لام عمق أو ارتفاع السائل، ثاء كثافة السائل. طبعا جيم هي تسارع الجاذبية الأرضية ومقدارها ثابت 9.8 أو 10 متر لكل ثانية تربيع. من هذا القانون طلابنا الأعزاء، لو تساءلنا ما هي العوامل التي يعتمد عليها مقدار ضغط السائل، أستطيع القول أن العوامل التي يعتمد عليها ضغط السائل هي عمق السائل في كثافة أيضا كثافة السائل. طب جيم يا أستاذ، طبعا جيم قيمة ثابتة، هنا مقدار الضغط لا يتغير إلا بتغير العمق والكثافة. طبعا إذا بتغير بتغير جيم، إذا انتقلنا إلى كوكب آخر أو كنا على سطح القمر طبعا بتغير مقدار جيم، وبالتالي أستطيع القول أن العوامل التي يعتمد عليها ضغط السائل هي عمق السائل وكثافة السائل. لذا طلابنا الأعزاء، نجد أنه كلما زادت كثافة السائل زادت مقدار ضغطه، وكلما زاد عمق السائل زاد مقدار الضغط، بمعنى أنه كلما تم الغوص داخل الماء أكثر كلما زاد مقدار عمق السائل. لذلك تجد طلابنا الأعزاء أن الغواصين عندما يغوصون في البحر يلبسوا ملابس أو سترات واقية لتحميهم من
ضغط السائل الواقع عليهم، وخاصة عندما يغوص في أعماق البحار. إذا لو جالك سؤال علم، طبعا إنه الغواصون يلبسون سترات واقية أثناء الغوص في أعماق البحار. لماذا؟ لتقيهم من ضغط السائل، لأنه ضغط السائل يكون في أعماق البحار كبير جدا، وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن بين الضغط الداخلي لجسم الإنسان والضغط الخارجي الذي يتعرض إليه جسم الإنسان. طبعا هذا بالنسبة لضغط السائل. طبعاً في هذا الجسم قد يتعرض إلى ضغط سائل وضغط أيضا جوي. هل للهواء الجوي ضغط؟ طبعا أطلق عليه الضغط الجوي، ومقدار الضغط الجوي تقريبا يساوي 100 ألف باسكال. وبالتالي عندما أريد أن أحسب مقدار الضغط الكلي أو ما أطلق عليه الضغط المطلق، أستطيع القول أن الضغط المطلق يساوي مجموع ضغط السائل زائد الضغط مين؟ الجوي. وبالتالي هنا ما المقصود بالضغط المطلق؟ ما المقصود بالضغط المطلق؟ عبارة عن مجموع ضغط الجوي والضغط السائل، عبارة عن مجموع الضغط الجوي وضغط السائل، ومنها الضغط الجوي أو الضغط المطلق أرمز له بالرمز ضاد ميم، الضغط الكلي بيساوي الضغط الجوي أطلق عليه أو أرمز له بالرمز ضاد نقطة زائد ضغط السائل. ضغط السائل ايش يساوي؟ لام ضرب ثاء ضرب جيم. وبالتالي طبعا من هذه العلاقة أستطيع إيجاد مقدار الضغط الكلي، ومن هذه العلاقة أستطيع إيجاد مقدار ضغط السائل، حيث أن ضاد ميم الضغط المطلق ضاد زيرو الضغط الجوي. لام في ثاء في جيم ضغط السائل. طبعا طلابنا الأعزاء نكون في هذه الحصة قد تعرفنا على ضغط السائل، وأنه عبارة عن وزن عمود السائل الواقع عموديا على وحدة المساحة، وكذلك استنتجنا قانون ضغط السائل بمعلومية القانون العام للضغط، ومنها توصلنا إلى أن ضغط السائل يساوي لام في ثاء في جيم، وكذلك استطعنا إيجاد مقدار الضغط المطلق، وقلنا أن الضغط المطلق يساوي الضغط الجوي زائد ضغط السائل. بهذا طلابنا الأعزاء نكون قد انتهينا من حصتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.